صباح الهنا وصباح النصر يا مطربنا يا كبير. صباح الفل، اهلا وسهلا والف مبروك. صباح الفل يا نهوان، صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا كابتن ايهاب. سعداء بمتابعتك الدائمه لينا في 10 الصبح في الاهلي، وسعداء بالتواصل معاك، ومليون مبروك عليك، ومستنيين منك بقى اغنيه تتماشى مع حجم محبتك للنادي الاهلي. الاهلي بعبع افريقيا يا بيه. اللي بعده، اللي بعده. الاهلي بعبع افريقيا، خلاص هنعمل الاغنيه دي الجديده، الاهلي بعبع افريقيا، خلاص هتتعمل صحيح النهارده ان شاء الله اكيد. شفت ازاي امبارح المباراه؟ كنت واثق زينا اكيد من الفوز، رغم برضو ان يمكن الاعصاب كانت مشدوده شويه، بس احنا كلنا كاهلاويه قايلين استنى استنى هيحصل التعادل. توقعي كان للمباراه والله العظيم بعد ما اتفرجت في الاستاد على المباراه الاولانيه وكانت النتيجه 2-1 لصالح الاهلي، كل توقعاتي وكثير من الناس كانوا متوقعين ان احنا هنتعادل 1-1. وساعه ما دخل فينا الهدف الاولاني قلت هي النبوءه بتتحقق، لسه بقى الجون بتاع التعادل. فضلت مستني والله الهدف بتاع التعادل، وفعلا التوقع بتاعي كان صح، والحمد لله فزنا، وكانت ليله عظيمه وجميله جدا على كل مصر وكل الاهلاويه وكل محبين النادي الاهلي في العالم كله. صحيح جدا. معروف عنك ومن الناس الببليك فيجرز اللي ايه بيعلنها صراحه، في البعض يقول لك لا انا اقلق من ان انا اعلن، انا لا ده ولا ده، بس ايهاب توفيق معروف عنه انا اهلاوي قوي وبحب الاهلي جدا ومتعصب بشكل كبير، ويمكن اتقابلنا مع بعض طبعا في افتتاح فرع التجمع الخامس، وانا بسلم عليك حسيت قد ايه كمان انت فرحان من قلبك، يعني مش قصه بس ان احنا في النادي او كجماهير، لا احنا مبسوطين باي انجاز النادي الاهلي فعلا بيعمله سواء على مستوى الرياضي او الانشائي او غيره. اللي بيحبوا النادي الاهلي من قلبهم ابا عن جد، ف دي حاجه اتولدت معانا، وحب الكيان وحب النادي الاهلي ده اتولد معانا، فشيء جميل ان احنا نعبر عن يعني اقل حاجه جوانا ان احنا بنحب حاجه فنعبر ان احنا بنحبها. صحيح. بتفضل يعني حتى الانتماء بتاعك للنادي اللي انت بتحبه ما تقدرش تعبر عنه، ليه يا جماعه؟ حرام عليكم. حتى دي هي حتى الكابتن دي يا جدعان. بص بقى انا متابعتك امبارح في البرنامج طبعا مع زملائنا على قناه ام بي سي، وغنيت حته من الاهلي بعبع افريقيا، معلش عايزين اغنيه بقى على قناه النادي الاهلي للنادي الاهلي، بليز. اهلي 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 عارف اللينك ده هينزل هيعمل ملايين والله العظيم انا متاكده. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا وسعداء بيك جدا، وعايز اقول لك يعني اول ما عرفنا انا وكريم ان هتكون معانا يعني بجد من المطربين والله العظيم ما بجاملك اللي بنحبهم وكل الاجيال على مدار الاجيال المختلفه والله بجد. الف شكر يا نهاوند، ربنا يخليك ده من ذوقكم بس، وشكرا على الاستضافه الجميله دي، والف مبروك لكل عشاق النادي الاهلي، وان شاء الله بقيه السنه 2023 يا رب تكمل ببقيه كل البطولات اللي احنا لسه مشاركين فيها. يا رب. كاس وسوبر وسوبر افريقيا، يعني مش هنسيب حاجه ان شاء الله. صحيح، كالعاده كعاده النادي الاهلي يعني. ان شاء الله. مشكورك جدا جدا مطربنا الكبير ايهاب توفيق، وعايز اقول لكم ان يعني ايهاب توفيق طبعا نجم كبير من متابعي 10 الصبح في الاهلي، يعني دي حاجه كمان يا كريم احنا عارفينها طبعا، بس بتسعدنا جدا ان هو اوقات كتير بيبعت لنا وبيعلق على حاجات في الفقرات وغيره، فبنسعد جدا طبعا بمتابعتنا الاطياف المختلفه طبعا لـ10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي اكيد.